Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. أريد أن أتكلم معكم حول موضوع رمضان البوطي وثورة الفكرية. العالم الذي تنور وتشرق العالم المعرفة الإسلامية بشخصيته الفكرية مدى العقود، شخصية تجمع فيه الأسطور المختلفة التي نرى نادرا في التاريخ، وأودع في الأمة كتبا كثيرة حتى تعدد 60 عددها، وكان حاضرا لامتا في مختلفين نداوى التي وقدتها على مستوى الدولي. وصف الكرماء في مجال الأكاديمي أنه أكاديمي التنافس، وهو كان خطيبا شهيرا تلحق وتجمع في مجلس مسجده التي تسمى مسجد الإيمان أكثر من 50,000، ويصغون آذانهم إلى كلامه ويتمتعون فيها. تبحث في هذه الدرس أبحاث كتاب الحكم العطائية لسيد بن عطاء الله السكندري التي وصف العلماء بأوصاف جميلة، وهو العالم العلامة الشيخ سعيد رمضان البوطي الذي يعرف باسم الغزال الحديث. ومن كرامات علمه أن دار الفكر قد طبعت جلودا 3 التي حوتها بعض من خطبة الجمعة، وطبعت الكتاب المنبري التي حوتها 400 خطباته اللامعة، وأخذ بموضوع عدل ومتوسط اللاحظة في مجال التصوف. إذا قرأنا الكتاب الحكم العطائية شرح وتعليل التي هي شرح الكتاب الحكم العطائية لفهمنا مرئيته في مجال التصوف صراعا جميلا. تكاتف البوطي في مجال الفيزياء مشهورة بمكاتفة مختلفة، له قوة فريدة للدفاع والرداء عن معادات الأديان الغربيين وطائفة الداخلية الدينية في آن واحد، وقد قام تداخله كثيرا من مجال التعقيد والتمهيد، ومنها الفيزياء ومعادات الدينية ومرأة الإسلام والبدع والجهاد في الإسلام كما تدخل في بحر لجي. وهو الذي أظهر بكلامه النفيس وأقلامه الثمين عداوة الإسلامية التي تقوم بها المغرب، وهو كان دائما ينبه أن أوروبا والأمريكا لا يتضمنان إلا في أساء سمعة الإسلام. قد أثرت كتابه الإسلام والغرب بيان مناظرات العالم بين الغرب والإسلام، وأسس دراسته مكاذب الأفكار التي هي تنتشر من عداوة الإسلامية، أن للمرأة ليس لها مكانة عائلة عالية في الإسلام، وأكد مكانتها المناسبة في كتابه المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف الشريعة ولطائف التشريع الرباني. وهكذا قد ثبت رأيه باستعمال القرآن والحديث وغير ذلك في نصوص القويم على مكاذب المذاهب. ومن كتابه
അല്ല മദ്ഹബിയ അഖ്തർ ബിദഅത്തിൻ തുഹദ്ദിദ് ശരീഅത്തൽ ഇസ്ലാമിയ അവളഹ മകാനിയത്തൽ മദാഹിബ വഹ്തിയാജിഹ ويوجب لكل من المسائل تطراء عن المذاهب والمسائل التي ترمى من اهل البدعيين مهني يا احباب هكذا قد انتشر كتابته الرائعه في مجالات مختلفه لا تعدل بها اي كتاب تليق الاوراق والاقلام امام اوصافه الحميده وعلينا ان نعزم من هذا المقام اقامه التعليم الواثقه عن رمضان البوت الموفق وبكلامي اختتم مع وصيه الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته